اسمي محمود، بشتغل حداد مسلح في مشروع أبراج العالمين في البرج الأيقوني. عندنا مشرف صيني اسمه سون أو أكبر مني بثلاث سنين، عنده خبرة 20 سنة في مجال البناء ومهاراته في ربط الحديد كبيرة جدا. والله اشتغلت حداد مسلح في مشاريع مختلفة في مصر قبل كده، بس لكن دي أول مرة أشوف فيها مشروع بطريقة صعبة على نطاق واسع، يعني زي مشروع أبراج العالمين. في البداية ما كنتش فاهم يعني لوحات الحديث في الموقع. خلال سنة نقل لي المشرف الصيني ده خبرته التراكمية في مجال البناء، وتعلمت الكثير من الخبرات التقنية الفنية الصينية. يعني حاليا كفاءتي في العمل بتاعتنا بتحل المرتبة الأولى في الفريق. يعني والله تصميم البرج الأيقوني مستوحي من شكل المسلة في الأقصر بمصر، فهو مبنى أنيق وقوي يبلغ ارتفاعه 300 متر، وهو أعلى نقطة تطل على مدينة العالمين الجديدة. المشرف قال قبل كده إن كل ما عمالنا كانت مهارتهم عالية كل ما تم بناء المشروع بشكل أسرع. يعني في شهر 8 اللي فات تم بناء قاعدة خرسانية الأساس للبرج الأيقوني بأكبر حجم قاعدة خرسانية في أفريقيا. وحاليا وصل للدور الرابع، والإنجاز ده بيرجع للمشرف بتاعنا والعديد من العمال الصينيين والمصريين. أنا والمشرف الصيني فخورين بقدرتنا على المشاركة في بناء البرج الأيقوني للمشروع، ونتطلع لليوم اللي يضيء فيه البحر الأبيض المتوسط.